السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسر من المملكة العربية السعودية. ما شاء الله سريلانكا سمعنا عنها أنها سياحة وما سياحة، ويعني الأجواء فيها جدا جميلة، وقلنا لازم نجي إحنا نشوفها بنفسنا، وطلع الكلام صحيح 100%. وأنا أنصح أي واحد يبغى يتمشى وعنده سياحة أو أي شيء أو شهر عسل لا يفوت سريلانكا، وخصوصا من قبل شركة أيان لانكا. واحب اشكر كذلك المرشد السياحي سلمان فارس، الله يعطيه العافيه ما قصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.